يا جماعة كلنا لازم نوطي صوتنا ونتكلم من نفس الليفل اللي أنا بتكلم منه ده، عشان الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي في غاية الخطورة. دي فكرة جديدة أنا عملتها، عشان لو اللي احنا بنعمله ده فشل وتهنا في غياهب الزمن السحيقة اللي احنا فيها دي، الناس في المستقبل تلاقي حد يفهمها ايه اللي حصل ويعرفها ايه سبب الكارثة والانهيار اللي احنا وصلنا له. حجوك، حجوك في ايه؟ انت موصل دول ليه؟ انت بتحضر عبالي؟ بصراحة يا جماعة الجو كده اميزينج، كله سسبانس. تحس ان احنا في فقر المقاومة، مش ناقصنا غير عتيق من السنة اللي فاتت. سي فانتاستيك. ايوه، ما عشان يفضل فانتاستيك بقى لازم كلنا نوطي صوتنا. على فكرة أنا وحسين تحسين إن في حد ماشي ورانا. إيه؟ أنا وتحسين حاسين إن في حد شامي في فرعنا. بتقول؟ حد ماشي ورا، حد بيراقبنا. ويراقبكم مين وليه وإزاي وفين أصلاً؟ يا ابني ما هو واضح إن الخشن حد مطلوب جداً، وكمان واضح إن اللي خطفه حد مهم جداً، فإحنا راجعين للزمن الماضي ليه؟ مش عشان نلاقيه ونعرف منه الرسالة بالظبط قبل ما يتخطف؟ طب افرض الخطه دي فشلت، لازم يكون عندنا خطه بديله. لان الراجل ده لو اتعكش واحنا كمان اتعكشنا، كل اللي احنا بنعمله ده هيروح فشوش. عشان كده انا اخترعت الكاميرا دي. الكاميرا دي مضاده لاي حاجه، ضد الصدى، ضد الميه، ضد النار، ضد الحشره، ضد الفطر. منقب نوري. ايوه بس دي مش بالتقسيط. احنا الكاميرا دي ليها ذاكره مش ممكن تتاثر باي عامل من العوامل. ذاكرة ممكن تعيش لمئات السنين من غير ما تتأثر. ليه بقى؟ عشان ضد المية، ضد النار، ضد يا الشرط. عم أبو سيدة كان غلطان. من قب نوري. أنت هايل يا أرشميدس. يا جماعة إحنا كلنا دلوقتي عارفين إن في جهة معينة في وقت معين هتخطف اللي اسمه الخشن ده وهتخفيه خالص، وهتمحيه كمان من ذاكرة الناس، بس إحنا مش عارفين الوقت ده إمتى بالظبط. عشان كده إحنا عمرنا ما هنقدر نبقى مستعدين ليهم. بس الكاميرا دي ميزتها ان احنا نقدر نصور بيها ملاحظاتنا عن الخيبه والوكسه اللي احنا بنشوفها كل يوم. ارشميدس انت الحل يا ارشميدس. عشان كده كل يوم اثناء رحلات البحث بتاعتنا عن الخشن ومحاولتنا ان احنا نلاقيه هتكون اروى، لانها مش هتقدر تبقى معانا في بعض رحلات البحث دي. بتعمل بحث دقيق وسط الناس عن المشاكل والبلاوي واسبابها. البحث ده هيبقى في الشارع وهتسجليه بالصوت والصورة بالكاميرا دي. يا ضد المية، يا ضد المية. يا عم خلاص. تمام؟ عشان تبقى دي وكأنها وثيقة مصورة للناس، يمكن حد يلاقيها قدام، ها؟ فيفهم ويفهم الناس ويوعيها بـ 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 بالأزمات والبلاوي اللي حصلت في الزمن ده. هايل يا جماعة. وبكده لما نرجع من رحلتنا نكون كشفنا كل المشاكل اللي حصلت ليه، وبكده هنكون صنعنا كبسولة زمنية. حلو حوار الكبسولة الزمنية ده. يا عم كبسولة زمنية ايه؟ ده من كتر البلاوة اللي احنا هنشوفها مش هتبقى كبسولة زمنية، ده هتبقى البوسة زمنية من غير مؤاخذة. على أساس الناس كلها هيبقى عندها بواسير زمنية؟ الله يخليها هايلة وعاملة اللي عليها، وبلدنا هي بتعليها بعد ما رمت الأساسات. أبدا ما هيش مديونة ولا طبعا عن أبابونا، وحياة رأس اللي جابونا حالنا أحسن من الخواجات. أنا كل ما صلح فيها تبوظ ضربة للبوس، إزاي الزرعة تكون كوسة وتطلع موز؟ حتى ما ينفعش. العب في البوز مش في الميه ولا في البس. البس نطلع من نقره لتحضيره والحلف النازل على طول، والناس بتصدق عنياني بنكب سياده المسؤول. وازاي بكره هيكون احلى والحاضر ماشي بمحلول. مشفعنا اونطا، مشفعنا اونطا. شوف لنا نقمة ناكلها. هوانا ومتأمرين حلقيها منينا
انا ولا منين؟ احترت يا ناس مصر يا جماعة، ورهنت البيت والتلاجة والبنت رياس، هو كده وحكومة البيت مش دريانة بتطلب وخلاص. هات 500 جنيه نطلع من نقرة لبحبيرة والحال في النازل على طول، والناس بتصدق عيالي من كدب زيادة المسؤول، وازاي بكرة هيكون احلى والحاضر ماشي بمحلول. مشبعنا اونطا مشبعنا اونطا، لا واضح ان في ناس لسه ما شبعتش، بس انا شخصيا شبعت. مالها بادية مغمقة كده ليه؟ مالك يا عم في ايه؟ شايل طاقم ستك كده ليه؟ يا تحسين ما لقيتوش أسامة ولا ايه؟ سألنا عليه في الشارع، نزلنا نسأل عليه، كل ما أسأل حد فين بيت أسامة الخشن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويسيبنا ويمشي. أسأل واحد تاني فين بيت أسامة الخشن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويسيبنا ويمشي. لقيت واحدة بتاعت برتقان، قلت أخدعها، قلت لها بكام كيلو البرتقان؟ قالت لي بعشرين جنيه، قلت لها لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت لي يا ابني تحسبني وتمشي، قلت لها هسألك الأول فين بيت أسامة الخشن؟ قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، وقامت سايبة الفرشة وماشية معانا بقى. ليه هو مات يعني؟ تفهم بقك؟ أنت فين؟ ها مات؟ يا ابني أنت ليه بتاخد الكلام حرفيًا؟ أنا قصدي ما تفولش عليه. أيوة يا عم الحاج ما تفهمنا يعني ماله، سيبك بقى من نظام شوق ما تدوق ده. يا ابني ما أنتوا اللي بتقاطعوني، الله، ويا ريت بتقول حاجة مفيدة. يعني هو كويس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سيبكم ومشي دلوقتي؟ يا تحسين انت هتتعدي منهم، ما تركز يا تحسين. طيب آخر المتمة لقيت واحد كده برضو معدي، قلت أسأله، سألته تقريبا كان ملحد، لأن لما سألته ما قالش لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال لي إنه أسامة في صلاة الصفرة. الحق ده الواد شكله غني قوي وعنده سرايا. أيوة بس الزوج معفن قوي، يعني يوم واحد يبقى عنده سرايا دي هنا أصفر. يا ابن صلاة الصفرة دي اللي هي مستشفى المجنين اللي آخرتكم إن شاء الله هتبقى فيها. قال لي قولي هو اللون ده ايه؟ نانسي. يا راجل واضح ان الزهريه سخنه، واضح ان هو سخن. مين؟ ها؟ مين فيك العيان؟ لا انا مفيش حد عيان حضرتك. انا العيان؟ انا العيان غي نظر غي نظر. ها؟ انا اللي عيان زي ما انت شايف كده. اغزه بس يا ابني بس يا حبيبي، احنا حضرتك مفيش حد فينا عيان، وليت نهدى عشان نفهم بعضينا. ايوه احنا صحاب المريض اللي اسمه اسامه الخشن. اسامه الخشن. اسامه اسامه لطفي الخشن. 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 يا عبسلام ممكن تفهمنا في ايه؟ وتفهمنا عبسلام اسامه ماله؟ صاحبك يا فاطمه عصبيه. فاطمه عصبيه دي احنا مش عارفين سببها لحد دلوقتي. بقى شبس ارساكي. شبس ارساكي يعني بيتكلم زي الاشباح، يعني بيسمع مهرجانات، عشان كده التواصل معاه بقى في منتهى الصعوبه. معاك الحقيقة. طب تسمع انت، خلينا نخش له. انت؟ لا طبعا انا اخش له. انت؟ لا انت الوحيد اللي ممكن تدخل. انت الوحيد اللي ممكن يتكلم معاك، يحكي لك، يفضفض معاك، يقول لك كل حاجه. عارف ليه؟ عشان انت شكلك سرساجي زي الحاله اللي هو بقى فيها دلوقتي ودخل فيها. ها؟ يعني الموضوع بقى في دعوة سلام عليه العاوي عليه العار. تحس دايما داخل شمال داخل. طب ما تعمل يوتيرن وخلاص. استاذ خفيف
لطيف. ما تقلقوش يا جدعان، الحوار ده على سقتي. باشا باشا، في ايه يا سلطان؟ الناس في مستشفى المجانين. حلو حلو قوي يا سلطان، بيعملوا ايه بقى؟ وربنا ما اعرف. انت مش كنت بتراقبهم يا سلطان؟ ايوه كنت براقبهم، بس اول ما جم يتكلموا سديت وداني عشان التصنت حرام. يا رب ارحمني بقى، ارحمني يا رب. انا ايه اللي جابني الشغلانه دي؟ امي قالت لي خش هندسه ما فيهاش سلطان. ما دي غلطه اللي ما اسمعش كلام امه. بعدين فيها هندسه ب 50.5% وثلاث ملاحق. انت بتبطل ليه؟ امشي يلا، اتنقل على عينك، روح هات لي رقم دكتور مستشفى المجانين عشان نعرف منه ايه الحكايه. انت مزعق ليه؟ انا اسف يا سلطان، اتفضل روح هات لي رقم تليفون الدكتور. حاجه تقرف. يا رب ارحمني بقى، ارحمني بشغلانه ما فيهاش سلطان. عشان بعد كده محدش يغلط في عبد السلام ويقول عبد السلام ملوش لازمه. اهو من غير عبد السلام ما كنتوش هتعرفوا تكلموا الراجل ولا تتعاملوا معاه. خلاص بقى يا عبد بقى، خلاص كنا بنهزر معاك يا اخي. بتهزروا؟ اه. طب خدوا بالكم بقى، اللي تعدم الاصلي ما يدورش على مصلي. مين؟ هي دي مصلي بقى، دي اللي عايزين نفهمها، خصوصا ان كلنا مصليين ولا ايه يا رجاله؟ اتفضل ثانيه واحده. أرشميدس فين؟ نزل يجيب خيار. في داهية. يفهمنا احنا، يلا اتفضل. أفهمك. حلقة الوصل بين السرساج اللي زي حالاتي وبين أي شخص عادي هي المهرجانات. المهرجانات بالنسبة لكم أنتوا بتسمعوها، إنما بالنسبة لينا احنا اللي بنعملها وبنحللها. ودلوقتي هعرفكم بعض خصائص المهرجانات، لكن قبل ما نعمل كده ركزوا معايا. وعايزكم تجاوبوني، هي الشياق عايزه مني ايه؟ ولا بص يا جدعان، رأس المهرجانات غير أي رأس عادي. رأس المهرجانات عبارة عن رأس كرييتيف. كرييتيف هي دي. يعني تخيل مثلا أنت واقف قدام أي حاجة كده وعمال تقطع فيه، أو مثلا واقف قدام سيخ شاورما كده وعمال تقطع فيه، أو واقف مثلا قدام واحد صاحبك وعمال تغز فيه، أو مثلا عايزها بتاع الفطير ومعاك فطيره كده وعمال قطع. ايه ده؟ انت هنا؟ ايوه. طب مش تقول تعمل لك مفاجاه حبيبي. طبعا زي ما انتوا شايفين كل ما كنت عبيط قوي كده كل ما كانت الرقصه حلوه. بس قلت لك. ها جاهزين؟ نعشق وندم ونغني. أظن اللي احنا عملناه وظبطناه ده تمام التمام صح؟ بس لازم كلكم تسمعوا كلامي. ماشي نسمع كلامه.
لو قلبك مات ما تجيش على شويه اخوات وارد عليكم. اه اللي هو ايه يعني؟ بس 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 يا عم، ايه يا عم الحاج، اهدى على نفسك شويه. يقول لك وارد عليك، قول لي كل اللي عليك. اه المهم يا زميلي، انت كنت فين وبتعمل ايه قبل ما تيجي هنا؟ هحكي لك كل حاجه واكرلك الشريط كله، بس لازم نبات مع بعض ليله عشان اطمن ان مفيش غدر الصحاب. لا لا يا زميلي، اصحاب ايه؟ لا 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 كده هبت منك خالص، ما ينفعش الكلام ده اصلا. على راسي والله، بس الصحاب في اجازه وانت عارف، فلازم اطمن انكم على ابيض. طب وهتطمن ازاي يا اسطى؟ هتعرفوا بنفسكم. ما الرجاله دول معانا في المشهد؟ اه معانا. طب ما تقولوا لنا يا جدعان، الشيخ عايز مني ايه؟ طب ما تكبرش الموضوع بس. هو فيها تحتين، انا ماله ده؟ مش فاهم حاجه انا. فيها يا جدعان؟ يا جدعان فيها يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، الموضوع كله عشان انت بس استعبك بطيء، لان اللي حصل يعني ضربوني وعوروني وشتموني وهزقوني كلها على نفس القافيه. انت اللي ضربوك شعره؟ مش انتوا اصحابي؟ لازم تاخدوني حقي. خلاص يا جدعان انا فهمت يا جدعان، الدنيا فيها. ايوه فهمت. ايه بقى؟ ولا اظبط يا جدعان. يا جدعان اسامه معاه حكايه. ايوه يعني ايه؟ يعني لازم نجهز نفسنا عشان عندنا طلعه شاو. احسن طلعه. طب المزيكا خلصت، هنعمل ايه بقى؟ لا بقول لك ايه يا عم، صدرك جامد وما تقلقش وقول الكلمات. مين فيكم اللي ضرب اسامة؟ احنا. انا هسأل السؤال تاني وعايز اجابة واضحة ومحددة. مين فيكم اللي ضرب اسامة؟ احنا. عم دول ناس بتهرج. يلا بينا يلا بينا. رايح فين يا تحسين؟ بيقول لك احنا. ايوه لا، ما انا عايز واحد اكلمه، واحد اعرف اتفاهم معاه، انما كده يلا بينا يا اخوان. ايه لحنة تحسين؟ بعت لك واحد. بص هناك كده. انت شايفني؟ عشان انا مش شايفكم. يا عم دول اغبياء بقى، طالب واحد بعت لي مجموعه برضه. يلا يا عم يلا. اثبت مكانك يا تحسين. ما تصغرناش يا تحسين، احنا فعلا صغيرين. لو ما جبناش لاسامه حقه مش هيساعدنا. ركز. طيب تحسين. ايه تاني؟ دول مجانين اهو، لو مش عارف تضربهم هاتهم على حجرك. طب ممكن توضح عشان ما افهمكش غلط؟ يعني مش لازم خناق، ممكن نتحداهم في حاجه ونكسبهم وبالتالي جبنا حق اسامه. اقول كده لان كان في الحاله دي كانوا هم اللي هياخدوها على حجرهم. تمام تمام يا ابن اللعيبه، تلعبني لعيبه. طيب ماشي تمام، عندك حق يا عم. تحسين انا عايز حقي. حبيبي اسال تاخد حاجه نظيفه. ابننا اسامه ما ينضربش. ماشي انتوا غلطتوا، وانتوا بالذات غلطتوا جامد. عشان كده انا هتحداكم، اللي هيكسب فينا السله بالغلوه ويتهنى بالحيطه، اللي هيكسب فينا هيخلي تاني يبوس رجله. امين. شكلك مؤاخذه ها؟ يلا بينا يا رجال. مش مشكلة يا حبيبي، لسه في حاجات تانية كتير.
يعني هنكسب في اللي جاي؟ يعني ده في علم الغيب يا ابني، انت هتكفرنا؟ ده هيكفرنا يا عم. لا مش هيكفرك يا تحسين، تحسين ما حدش عارف يكفرك حبيبي. طلع لي عادل. مرة واحد أحول أبوه رجع من السفر قام بايظ الشنطة وشال أبوه. مرة واحدة جوزت من ورا أبوها لف شافها. مرة جاسوس اتجوز جاسوس جابوا عين وقوا ثلاث مرات وبعدين انفجر. أيوه. ليه الثعلب تخيم؟ ليه؟ عشان فات فات. والله عملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفة رجالة مبروك لمصر ولولادنا. والله عملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. ايه رايك؟ اظن جبنا لك حقك يا عم الناس. احنا لا دخلنا زغون ولا عرفناه، بس اسمنا محفور جواها. انت على وضعك وانت على وضعك وانت مين؟ انا نازل. اهلا، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ شفتكش عملت اي حاجه في الخناقه يا جدع. ما تقولش كده، ده انا عملت كل حاجه، بس انا محدش يقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك يا جدع. انت مجنون، بيقول لك انا ما شفتكش. قصدي ما حدش يقدر يشوفني ولا يسمعني غير تحسين. انا شاهد على الكلام ده، انا فعلا شفته وما عملش اي حاجه خالص. بقول لك ايه، احنا عايزين نسالك سؤال. ايوه، هو ده مربط الفرس. انت اللي سجلت الرساله صح؟ تعرفته وسمعناها كمان. بس ما كانتش كامله، انت فضلت تصوت. انا ما كنتش متخيل ان الرساله دي توصل لاي حد. لا وصلت وصلت، بس ممكن بقى تقول لنا انت عملت كده ليه؟ هقول لك بس بشرط، عشان تعرف محتوى الرسالة دي لازم تساعدني ان انفذ وعدي. وعدك لمين؟ لميار. دمك؟ امي اسمها ميار. ليه يا فاشونيستا؟ ميار دي حب عمري، ولازم تساعدوني ان انفذ وعدي دي. حبيبي انت وعدتها بايه؟ جواز.